لا شيء يمنع هؤلاء عن الشارع. ففي الشارع ثمة غضب يبدد ليل بغداد ويكسر حظر التجول. الآلاف يصرون على حراكهم وعلى التظاهر، وإلى إشعار آخر يصرون على البقاء وعلى إجهاض أي محاولة أمنية لإخلاء ساحة التحرير كما يقولون. حراك فجر الثلاثاء يضرب عرض الحائط قرار السلطات التي قالت إن الحظر مستمر إلى أجل غير مسمى. كسر عظم بين السلطة والشارع الماضي في حراكه رغم سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين ووفاة أول فتاة في الاحتجاجات منذ انطلاقها قبل أسابيع وفق ما أفادت به تقارير صحفية. التأزيم سيد الموقف ودائرة الاحتجاجات تتسع مع دخول الطلاب على الخط. السلطات ترد بالعنف كثيرا وبمناورات سياسية غير مقنعة. وسط هذا مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة عادل عبد المهدي. اجتماعات حكومية ونيابية وغيرها تقابلها دعوات لاحتواء الأزمة المتصاعدة في البلاد. فالزعيم الشيعي مقتدى الصدر طالب رئيس الوزراء إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بإشراف أممي من دون مشاركة الأحزاب الأعضاء في البرلمان الحالي. دعوات من هنا ووعود من هناك لا يسمعها هؤلاء في بلد سئم مواطنوه كلام الساسة وهم وجها لوجه مع شبح الفقر والبطالة. غسان أبو الوز، الحدث.